قمنا مسبقا بتحديد وحصر قاعات الحملات الانتخابية والتي تم اعتمادها نهائيا والمقدرة بست قاعات لهذه الحملة حتى يتم استغلالها من طرف السادة المترشحين أو ممن يمثلهم. كما أننا بصدد تحضير المؤطرين لهذه المكاتب والمراكز التصويت والتي عددها عدد المؤطرين يكون في حدود 3800 مؤطر، لذا نحن حاليا على مقربة من الانتهاء من هذه التشكيلات على مستوى المراكز أو مكاتب التصويت.